خليني اقول للساده المشاهدين انه لما بتتكلم في المعدل انت بتتكلم في اللي قاله طبقا لدكتور طارق توفيق، انت على مثلا 2050 انت هتتضاعف، هنبقى بقى مش 100 مليون داخليا، اعتقد بالمنظر ده هنبقى 190 مليون فرضا يعني او بالتقريب. في سيناريو اوحش شويه. اوحش. السيناريو الاوحش بيقول ان احنا في 2100 ممكن نوصل ل 360 مليون نسمه. 360 مليون نسمه في 2100، يعني هنوصل حوالي 240 مليون نسمه في 2050 لو مشينا. بالظبط، لو مشينا بنفس النهج اللي احنا ماشيين بيه. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت كمواطن او انا كمواطن ما احسش باي حاجه بتحصل في البلد. ما احسش باي نمو بيحصل. معناه ان انت لازم هنا تدرس، وهنا مين انت؟ المسؤولين. ان انت هتبقى سنة 50 محتاج ما لا يقل عن 70,000 مدرسة. لا حقيقة. لو احنا بنتكلم بقى احتياجات السوق حقيقة. والسوق عايز ايه، والخريجين بتوع الجامعة دول هيشتغلوا فين، وايه الكليات اللي قلت لحضراتكم عملنا حلقة قبل كده ان في فترات اللي جاية عدد سنين قليلة جدا في كليات مش هتبقى ليها سوق عمل في ده من دلوقتي، في حاجات ملهاش سوق عمل. فانت بتتكلم انت هتبقى محتاج 70,000 مدرسة دكتور طارق. هقول لحضرتك في المعدل ده في 2050. يمكن الموضوع ده في حاجات ضرورية أكثر. اتفضل. نتفرج نتكلم عليها. أيوه. المية. والمية؟ ما أنا كنت هقول المية. كنت هقول للمدارس، كنت هقول الصحة، محتاجين دكاترة قد إيه ومستشفيات. احتياجات الإنسان الأولية اللي هي من غيرها ما فيش عيشة. فإحنا عندنا إحنا بنفس العدد ده والحصة بتاعت المية لو فضلت ثابتة زي ما هي مش هتكفي. طبعًا. مساحة الأرض المزروعة اللي هي الناتج بتاعها موجود مش هيكفي. فإحنا عندنا مشاكل كتير قوي. تمام. الطاقة. ده اللي لو استمرينا بنفس معدل الزيادة. بنفس المنهج ده هتبقى فيه مشكلة. المشاكل اللي هتقابلنا اللي حضرتك بتقولها دي. بالظبط. غير كده المية مش هتكفي. بالظبط حاجة. المية والطاقة والغذاء. والطاقة والغذاء. ما نعرفش نعيش من غيرهم. الثلاثة دول مهددين. نعم. نيجي بعد كده الخدمات. نعم. الصحة والتعليم وخلافه، الكلام ده يعني هنلاحق ازاي؟ وبقى لو علمنا ولو بقى في صحة طب هنوظف منين؟ فهي العملية حضرتك كلها هي رابطة ببعضيها. هو العدد هذا العدد الضخم اللي كل سنة ما بيتراكم على في مصر محتاج خدمات. بدل ما يبقى عندي هذه الخدمات أنا ممكن أستثمر الكلام ده في حاجة اسمها الهبة الديموغرافية. أنا عندي واحد اسمها إيه فندم؟ الهبة الديموغرافية. نعم. 61% من المصريين هم في سن العمل. دول لابد من استثمارهم. تمام. دول لو استثمرت فيهم صحة وتعليم ممكن يكونوا منتجين. نعم. والكلام ده هيقعد لغاية 2080 عندنا هذه الهبة، ان الناس كتير قوي او 60% او اكتر من الشعب المصري في مرحلة الانتاج. امتى يبقى عندي هذا الاستثمار؟ لما عدد المواليد يقل. لما العدد يقل. عدد المواليد يقل. المواليد، نعم. انا هبتدي اوفر في الكلام اللي هو بتاع الخدمات اللي ليها علاقه بالتطعيم والعنايه الصحيه وخلافه. طبعا. في استثمار بقى في التعليم، في التوظيف، في التشغيل. هيبقى عندي فرصه سعيده. لو انا كده بحاول اشبه للمواطن بشكل بسيط، لو انا قلت شويه الشاي الاخضر دول هم دول اللي موجودين مش هيزيدوا. دول يكفونا احنا الاثنين. لو بقينا خمسة هي نفس الكوباية، لو بقينا عشرة هي نفس الكوباية، نفس النصيب. هو مش هيتغير. فتخيل بقى لما